في المواصل ايه؟ طلع من الخيمة، طلع من الخيمة راح يشوف ابوه اللي هو بيتصاور، يعني كويت كافتر والطيارة بتطخ ودبابة بتطخ، يعني على الخيم، على الخيم بطخوا قاعدين، يعني على المناطق الآمنة اللي بيقولون عنها آمنة بطخوا علينا فيها. وين بدنا نروح؟ الحمد لله مناش إلا ربنا، والحمد لله نيال اللي بموت شهيد، وإن شاء الله كنا بنموت شهداء وبس. وإيش اللي بحب يقول؟ الحمد لله على كل حال.